أهلا بكم مشاهدينا، جولة إخبارية جديدة من قناة الشروق. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا بالقصر الجمهوري، وفد اتحاد المدارس الخاصة بمشاركة وزارة التربية والتعليم الاتحادية ووزارة الحكم الاتحادي وجهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم واتحاد المدارس الخاصة. وأوضح رئيس اتحاد المدارس الخاصة بهاء الدين سيد أحمد في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش القضايا التي تهم التعليم، مضيفا أن الاتحاد طالب بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 153 الخاص بإعفاء التعليم من جميع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، مشيرا إلى الاستمرار في الاجتماعات لحسم قضايا التعليم العام والخاص حتى يستقر العام الدراسي ويسير بدون معوقات. أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر التزامه بالدعم اللامحدود لمخرجات مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم الذي يأتي تحت شعار معا لنهضة العاصمة بإشراف والخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وبمشاركة مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الاتحادية. وثمن جابر لدى مخاطبته فاتحة أعمال المؤتمر بقاعة الصداقة بالخرطوم مبادرة ولاية الخرطوم لإقامة هذا المؤتمر التنموي، داعيا إلى أهمية التعاون لتحقيق التنمية والبناء والتعمير لنقل البلاد إلى مصاف العمران والتنمية والنهضة. ويهدف المؤتمر إلى الخروج برؤية علمية متفق عليها لتنمية وتطوير البنى التحتية والخدمات ومعاش الناس والاتفاق على خارطة الطريق لتحقيق شعار نهضة الخرطوم. استقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري بمكتبه بالخرطوم وكيل وزارة الثروة الحيوانية بجمهورية السودان حسن مقداري والمدير العام المساعد للثروة الحيوانية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان يحيى بن عامر المعالي، وذلك بهدف بحث إمكانية الاستثمار في صادرات الثروة الحيوانية في جمهورية السودان. واستعرض الدخيري فرص الاستثمار الكبيرة المتوفرة للسودان في هذا المجال، مبدئيا استعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية للتعاون وتسهيل التكامل الزراعي العربي وتذليل كافة معيقات الاستثمار للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي. نظمت لجنة مشروع أم غنيمة الزراعي بمحلية جوليه بالنيل الأبيض بقاعة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بكوستي ورشة بعنوان مشروع أم غنيمة الماضي والرؤية المستقبلية، وذلك بمشاركة عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل والمزارعين. وأشار ممثل المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية عبد الله صالح خلال مخاطبته الورشة إلى أهمية المشروع وميزاته التفضيلية من حيث المساحة والمقومات الإنتاجية الزراعية، ودعا المشاركين في الورشة لأهمية استصحاب إدخال التقنيات الزراعية الحديثة في العمليات الفلاحية من أجل زيادة الإنتاج. بهذا الخبر مشاهدينا نصل معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من قناة الشروق، شكرا لكم للمتابعة.